Hello third grade, I am teacher Thana. Today we're gonna talk about simple present. رح نحكي عن المضارع البسيط. The first thing is the uses of simple present. رح ناخد استخدامات المضارع البسيط وهي بالأول talk about habits and schedules. يعني نحكي عن العادات اليومية اللي نعملها كل يوم وعن جداول الأعمال. يعني مثلا عندي موعد معين بستخدم simple present فيه. Talk about facts and truth. يعني نحكي عن الحقائق التي لا يمكن تغييرها. حقائق وأشياء علمية لا يمكن تغييرها. كيف يعني؟ مثلا The sun rises from the east. مثلا الشمس تشرق من الشرق. هاي حقيقة علمية لا يمكن أنه نغيرها. تمام؟ فاستخدمنا rises وهي إيش؟ simple present. أوكي، في عندنا كلمات مفتاحية keywords. كل ما لما نشوفهم بالجملة معناته هاي الجملة شمالها بتكون جملة simple present. Like always, usually, never, sometimes, often. What is the form of simple present sentence? أول إشي بنبلش بالsubject هو الفاعل. الفاعل بيكون إما إنه اسم noun بيكون singular or plural مفرد أو جمع أو بيكون pronouns اللي هو الضمير إما بيكون ضمير singular أو بيكون ضمير plural جمع أو مفرد. وبعد السبجكت منحط الكيوردز أو منحط الادفيربز أو فريكونسي اللي أخذناهم قبل، هما الالويز واليوجوالي والنيفر والسمتايمز والأوفن. وبعدين نبدأ منحط الفعل اللي هو simple present verb، بعدين منحط الأوبجكت اللي هو المفعول به، وبعدين الكمبليمنت اللي هي تكملة الجملة. نقسم القاعدة لقسمين، أول شيء بالضمائر اللي هي الشي واللي هي والات، بيجي معاها verb plus s. يعني لما نضيف الاس مع الضمائر she اللي هي والات وكمان مع الاسماء singular noun الاسماء المفردة. تمام؟ إذا الاسماء المفردة والشي واللي هي والات منضيف للفعل اما s او es، مثل she always plays tennis. she دائما منضيف للفعل اللي وراها s او es. هون ضفنا الاس plays. He sometimes eats fish. ضفنا eats s لأنه الضمير كان he. It usually climbs the tree. climbs ضفنا الاس كانت climb صارت climbs. ضفنا الاس لأنه السبجكت هو الات. محمد never wakes up early. اوكي، محمد هو singular noun، هو شخص واحد، وكمان فبنضيف للفعل s. تمام، هلا امتى بنضيف اي اس؟ اذا كانت نهايه الفعل z s s h c h x o، مثل watch. watch بتنتهي ب ch اللي هو الحرف المركب c h ch، فبنضيف اي اس watches. wash انتهت بال s h واللي هو صوته ش، فبتصير washes. fix انتهت بال x فالصوت فبيجي نهايتها ES مش S بتصير fixes. وgo نفس الشيء بتنتهي بO، إذا منضيف لها ES مو S بتصير goes. الشق الثاني من القاعدة هو الضمائر الأخرى اللي هم الI والU والWe، هون they طبعا نزبطها، أو plural nouns أي أسماء جمع بيجي الفعل بدون إضافة ما فيه S. ولما نكمل الجملة مثلا I always wake up early، يعني ال I ما بيجي معاها S، الفعل ما بيجي معاها S، نحطها wake. you sometimes eat bread، you ما بيجي معاها الفعل S. they usually drink milk، إذا حطينا drink مو drinks لأنه they ما بتاخد ال S. أحمد and عمر never play outside. أحمد and عمر هم plural، يعني شخصين، إذا اثنين لفوق بيكون جمع، بالتالي ما بياخد S، ضلها play. The children always do their homework. أوكي، هلا children هي جمع plural of child، هي جمع كلمة child، لهيك هي بما أنها اسم جمع إذا ما بياخد S، بتضلها do. لنحفظ القاعدة أسرع، أنه بالنسبة للضمائر فقط she والhe والat الفعل بياخد S، تمام؟ وباقي الضمائر ما بياخد S. أما الأسماء الصريحة عندنا الأسماء singular noun بياخدوا S، أما plural noun ما بياخدوا S. هلا في أسماء ما بقدر أني أعدها وما إلها جمع، زي water ماء، الماء ما بقدر أعده. مثلا air الهواء، flower طحين، مثلا juice
العصير هي أشياء ما بقدر إني أعد جزيئاتها أو ذراتها، تمام؟ بعتبروها أسماء غير معدودة، والأسماء الغير معدودة دائما بعملها معاملة المفرد singular، مثل هذا المثال water boils in 100 celsius، تمام؟ هلأ boils أخذت S ليه؟ لأن water من الأسماء غير المعدودة ونعتبرها مفرد فبتاخد S. نبدأ بالsimple present of the verb to be، أفعال الكينونة. أفعال الكينونة بنستخدمها بالمضارع البسيط لتعود على الحال في المضارع سواء كانت حالة مؤقتة أو دائمة. هلأ كيف بستخدمها وكوش كيف أشكال الـ verb to be؟ عندنا ثلاث أشكال بالsimple present اللي هم الـ am والـ is والـ are. إمتى بتيجي كل واحدة منهم؟ كل واحدة مع ضمير مختلف عن الأخرى. كيف؟ الـ am تيجي دائما مع ضمير I، بحكي I am، وإذا بدي أعملها contraction اختصار we delete the A and replace it by apostrophe، نشطب الـ A ونحط مكانها فاصلة علوية I'm. بالنسبة للـ is بيجي مع ضمائر he و she و it. She is، وإذا بدي أختصرها I will delete the I and replace it by apostrophe، راح أحذف الـ I وأضيف فاصلة علوية. She is، he is، it's. أما الـ are بتيجي مع الضمائر we، you، و they. We، you، و they. اختصارها بحذف الـ A وبحط فاصلة علوية. They are، you are، we are. أما بالنسبة للأسماء، الأسماء المفردة بتيجي معاها is، مثلا ثناء is، أحمد is. أما الأسماء الجمع زي children، زي women، بحكي the women are، تيجي معاها ال are. أما الآم بس بتيجي مع ال I، I am. أمثلة: she is a good student. هلأ she أخذت وراها is مش are، إذن is بتيجي معها الشي. They are very nice people. اوكي are اجت مع they. I am a beautiful girl. Am اجت مع I and my dad are cute people. So are اجت مع الجمع اللي هو I and my dad. ننتقل هلا لجملة النفي. رح نتعلم كيف بنكتب جملة النفي وكيف بنفي فعل بالمضارع البسيط. اول اشي لما اجي اقرأ الجملة بدي اتأكد اذا هذا الفعل كان main verb، فعل رئيسي، مثلا زي walk، زي talk، زي sleep، wake، go، write، climb. يعني هاي الأفعال اللي تعلمناها اسمها أفعال رئيسية. إذا كانت أفعال رئيسية بدي أستخدم إما does not أو بستخدم do not، doesn't أو don't بالاختصار. إمتى بستخدم doesn't وإمتى بستخدم don't حتى أنفي الأفعال؟ هلا امتى بستخدم doesn't؟ لما يكون السبجكت he، she او it، اذا كان ضمير he و she او it، او اذا كان singular noun اسم مفرد. كيف بنفي الفعل الموجود بالsentence بالجملة؟ عن طريق doesn't. بكتب he doesn't، بعدين بحط الverb بس بيكون infinitive، يعني مجرد ما فيه اي اضافات. ناخد المثال الاول he doesn't go to school every day. طبعا هي بالأصل كانت does not بس إحنا اختصرناهم he doesn't go. So go لأنها فعل رئيسي وبالتالي بتطلع على السبجكت هو، إذن بحط doesn't مو don't، فبنحكي he doesn't go. She doesn't write. She برضو بتأخذ doesn't. It doesn't climb. كمان it بتأخذ doesn't، وclimb ما ضفنا ولا إضافة للفعل مجرد. كرم doesn't eat. هلأ حكينا doesn't هون طبعا بيجي وراها فعل مجرد infinitive هو eat، ما في ولا إضافات. ننتقل للشق الثاني. لما يجي الضمير I أو you أو they we أو أي اسم جمع plural noun بيجي وراها don't، وبعد الدونت بحط فعل الفيرب بيكون انفينيتيف يعني ما فيه ولا اضافات. طيب نطلع على اول جملة. عندنا الجو هو مين فيرب، هو شماله فعل رئيسي، وبالتالي اما دونت او دازنت. بتطلع على السبجكت، انا السبجكت اي، حكينا الاي بتاخد دونت دو نوت. اي دونت جو، مثلا اي دونت درينك.
You don't drink. They don't read. ثناء and ليان. شوف هنا تنتين. التين اللي فوق بعتبرها جمع. وبالتالي ثناء and ليان don't play. The children واللي هم جمع. The child. The children don't play. هلا نبدأ بنفي الverb to be. حكينا أول شيء بنتطلع على الجملة ونتطلع على الفعل. إذا كان من verb بستخدم don't و doesn't. بس إذا كان verb verb to be أفعال البي اللي هم الام والis والار بنفيهم بطريقة أخرى إني أحط not بعد الverb to be شو ما كان الضمير وشو ما كان السبجكت سواء كان اسم أو ضمير. مثلا بحكي I am not اختصارها I'm not. She or he or it بتاخد معها is not. She is not أو اختصارها she isn't. He is not. He isn't. It is not. It isn't. بالنسبة لل you وال we وال they بتاخد are not. لما أجي أختصرها بحكي aren't. You aren't. We aren't. They aren't. So سهل كتير أول ما تشوف الأفعال الكينونة الام والاز والار كبل فيها بس بحط not بعد الفعل اللي هو الفعل to be. ننتقل هلا لكيفية عمل سؤال أو تكوين سؤال yes or no question. سؤال جوابه نعم أو لا yes or no. تمام؟ أول إشي بتطلع على الverb زي ما تعودنا نطلع على الverb. إذا كان main verb زي ما علمتكم في main verb وفي verb to be. هلا الverb to be بنعرفهم الis والar والam. أما main verb هو باقي الأفعال مثلا go, play, walk. هذول هم الأفعال الرئيسية. شفنا فعل رئيسي بالجملة رح استخدم إما does أو do بحطها بأول الجملة. طبعا أمتى بستخدم does؟ لو كان السبجكت she و he و it أو أي اسم مفرد. شو بعمل؟ بحط أول شيء does، بحط she و he و it أو أي اسم مفرد موجود في الجملة، بعدين بحط الفعل الverb يكون infinitive مجرد. مثال does she drink milk every morning؟ إذا حضرنا الأول does ليه؟ لأنه في عنا شي. بعد الشي بنحط الفعل مجرد. كمان مثال does he always play football؟ إذا does بعديها he بعدين بنحط الفعل play. Does it eat fish every week؟ Does Sarah walk to the school every morning؟ حطينا does لأنه Sarah مفرد. الشق الثاني بنتطلع إذا كان السبجكت I, we, you, they أو أي اسم جمع plural noun بنحط do أول الجملة جملة السؤال. طبعا مثلا do we go to the park؟ الأول حطينا do بعدين حطينا السبجكت اللي هو ال we وما بياخدش غير do ما بياخد does. Do we بعدين بنحط الفعل بيكون infinitive. Do we go to the park؟ لا ننسى ال question mark بالسؤال. Do they play football؟ Do I drink a lot of water؟ نفس الشيء do بعدها بيجي subject I بعدين drink اللي هو الفعل بدون أي إضافات a lot of water. Do the children eat meat؟ حطينا do ليه؟ لأنه the children اسم جمع أطفال بعد الأطفال بعد subject حطينا ال eat اللي هو الفعل بدون أي إضافات eat. ولا ننسى question mark. So هون حكينا إذا كان فعل رئيسي main verb بحط إما does أول السؤال أو do. إذا كان الفاعل she و he و it بتاخد does. إذا كان I و we و you و they أو أي اسم جمع بياخد do. بعدين بنكمل بنحط الverb بيكون infinitive بعدين بنكمل الجملة ولا ننسى لي question mark. هلا كيف بدي اجاوب على السؤال؟ مثلا do you read a book once a week؟ كيف بجاوب؟ إذا كانت إيجابي بحكي yes وبحط ما انه يسألني بيو حجاوبه بآي أنا لأنه بيسألني إن أنت فبحكي yes I do باخد الدو من السؤال أو no I don't لأنه don't دائما نفي do not. انتقل لمثال تاني does أحمد live in أمان؟ كيف بدي أجاوب؟ إذا نعم بحكي yes باخد بحط هي. ليش هي؟ لأنه أحمد مفرد مذكر فبياخد هي. بحكي yes he والهي بناسبها does مش do. بحكي yes he does أو no he does not أو no he doesn't لازم أنفيها لأنه حكينا no. قل التكوين السؤال بحالة الverb to be.
بدي أسأل سؤال، yes or no question بحالة الـ verb to be. كتير هينة. أول شيء بتطلع إذا كان الـ verb to be زي am و is و are، بتكون كيف القاعدة؟ أول شيء بأحط الـ am أو الـ are أو الـ is، بعدين بحط الـ subject، وبعد الـ subject بكمل الجملة وبحط question mark. بس طبعاً الـ subject بيكون مناسب للـ verb to be. مثلاً am I، are they، are we، are you، وإز بتاخد هي والشي والإت. مثلا لو سألتك، لو حكيت لك جملة أمير is at the market، كيف بدي أحولها لسؤال؟ بعمل switch between the subject and the verb to be. بحط بالأول verb to be اللي هو الإز، طبعا ننساش أنه capital letter is، تبدأ بكابيتال letter is، بعدين بحط السبجكت أمير، بعدين بكمل الجملة وبحط question mark. Is Amir at the market؟ إذا بدي أجاوبها، إذا كان جواب إيجابي بحكي yes he is، he لأنه أمير مفرد ذكر، و is لأنه verb to be. No he isn't طبعا not لأنه نفي.